على هامش مشاركته في مؤتمر دبي الرياضي، نفى البرتغالي جوزي مورينيو في حوار أجرته معه صحيفة توتو سبورت الإيطالية رغبته في الرحيل عن ريال مدريد في تصريح ناقض تصرفاته السابقة. تصريحات مورينيو أبقت الجدل قائما حول مستقبله مع الفريق الملكي الذي يعاني كثيرا في الآونة الأخيرة وعلى جميع المستويات. سأبقى في البرنابيو وسأحقق لقب دوري أبطال أوروبا الثالثة والعاشرة لريال مدريد. بهذه العبارات ردت جوزي مورينيو على تكهنات التي أشارت إلى إمكانية رحيله عن ريال مدريد قبل نهاية الموسم. الموسم الأصعب على ما يبدو في مسيرة البرتغالي التدريبية ما زال طويلا، وإن كان الحفاظ على لقب الليغا أصبح شبه مستحيل مع الهزائم التي تعرض لها الفريق. لهذا فإن السبيشال وان أراد جعل تشامبيونز ليج تحديه الأول هذا الموسم، مبديا تخوفه من فريق واحد هو يوفنتوس، والذي شبهه بفريق بورتو البرتغالي حينما قاده للقب دوري أبطال أوروبا عام 2004. مورينيو عندما سئل عن مدة الفترة السيئة التي عاشها هذا الموسم وما إذا كانت فترة أسبوعين، رد على الصحفي وقال أسبوعان حسب زعم الصحافة الإسبانية، ولكن لأكون دقيقا أعتقد أنها شهران. إجابة توضح مدى معاناته، حيث فشل في تحقيق الانتصار في لقاءات فريقه الثلاثة الأخيرة، ليكون إبعاده لقائد الريال إيكر كاسياس عن مباراة ملقا بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، إبعاد فتح باب الشائعات حول رغبته في الحصول على قرار الإقالة من فلورنتينو بيريث. وكما كان دائما مثيرا في تصرفاته، كان جوزي أيضا مثيرا في إجاباته عندما أكد عدم رغبته في إزعاج بيريث، ولكن اللغة الأولى التي تعلمها هي الفرنسية، مادحا في الوقت نفسه مدرب باريس سان جيرمان كارلو أنشيلوتي. إجابة قد تعطي هي الأخرى الإشارات الأولية في حال ما إذا فاجأ مورينيو الجميع بنهاية الموسم ورحل إلى عاصمة الأنوار.